النهاردة اجتماع السيد رئيس مجلس الوزراء مع السادة المحافظين، اجتماع مهم جدا، جه فيه كلام غاية في الأهمية لازم هنتطرق إليه مع السيد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، اللي بوجه له كل التحية والتقدير. ومساء الخير يا فندم. مساء الخير أستاذ عمرو، تحياتي لحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك المستشار. واجتماع النهاردة، يعني أنا كقارئ لهذا البيان اللي صدر عنه، يبدو أن هناك تكليفات بكل حسم وكل قوة الآن، ولا تهاون إطلاقا في تنفيذ التكليفات المتعلقة بمتابعة المستشفيات، متابعة الأطقم الطبية، توفر المستلزمات، ومتابعة المحافظين على مدار اليوم للعمل في المستشفيات، مش كده يا فندم؟ بكل تأكيد طبعا، لأن الوقت لا يحتمل أي تهاون. نحن نواجه أزمة، الأزمة دي أزمة عالمية واجهت كل الدول، وشفنا أنظمة صحية لكبريات الدول انهارت على واقع هذه الأزمة. الحمد لله نحن حتى الآن نواجه هذه الأزمة بقدر كبير جدا من الفعالية والكفاءة، لكن دعنا نعترف أنه لا يزال هناك هامش للتحسين. ومن خلال تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم، نعمل على هذا الهامش. يعني وجه تكليفات يعني حازمة للمحافظين أنهم يتابعوا من خلال لجان تفتيشية على المستشفيات المخصصة للعزل والفرد بمرضى كورونا، للتأكد من عدة أشياء. أول حاجة التأكد من أن المستلزمات الطبية اللازمة للعلاج والوقاية للأطباء متوفرة، وإذا كان هناك أي نقص يتم إبلاغ رئيس الوزراء على الفور. التأكد من أن الأطقم الطبية تذهب لعملها دون أي إبطاء. طبعا احنا نوجه لهم كلهم الشكر والتحية، لكن طبعًا في مثل كل وظيفة هناك بعض لاحظنا في الفترة الماضية البعض يعني لم يلتزم بالشكل الكافي. فتوجيهات رئيس الوزراء اليوم يعني ضرورة قيام المحافظين بهذه هذا النوع من المتابعة. الشيء الآخر أيضا اللي المحافظين هيعملوا عليه، بعض المحافظات بدأت بالفعل وأعلنت عن ذلك، اللي هو الرقم الساخن المخصص للإبلاغ عن شكاوى كورونا والاستفسارات الخاصة بكورونا. كان عندنا طبعا وما زال الرقم 105، لكن الضغط على هذا الرقم كبير جدا. من هنا ورايح هيكون في رقم ساخن لكل محافظة على حدة لتخفيف الضغط عن الرقم اللي هو 105. دي أبرز التكليفات الموجهة للمحافظين اليوم، واللي احنا نأمل إن شاء الله على الفترة اللي جاية تؤدي ثمار. طب سيادة المستشار، بالنسبة للخط الساخن، كل محافظة هيبقى ليها خط ساخن زي ما عرفنا، ولكن في حال لو الخط الساخن بتاع المحافظة لم يستجيب، أنا كمواطن أعمل إيه؟ خصوصا أن في بعض الناس، ولا أخفي حضرتك سرا، يعني أحد زملائنا هنا مراسل البرنامج محمد خالد 48 ساعة اللي فاتوا للأسف لم يتمكن من إدخال جدته المستشفى وتوفت مثلا يعني. وإحنا بنتكلم مع حضراتكم بمنتهى الشفافية، في هذه الحالة أنا كمواطن أروح فين؟ ألجأ لمين؟ طبعا انا يعني اشكرك على هذه الشفافيه، هذه الشفافيه مطلوبه ونحن نرحب بها. بدون شفافيه مش هنقدر نحل او نواجه الاخطاء في ارض الواقع. لو الرقم الساخن المخصص للمحافظه لا يعمل، هو مش لا يعمل، هو يعمل لكن لم تستطع من سبب الضغط انك تتصل اليه، لا زال لدينا الرقم الاساسي اللي هو 105 يعني 105. ولدينا ايضا منظومه الشكاوى الحكوميه تلقت تكليفات ايضا من رئيس الوزراء بانها تظل تعمل على موضوع استقبال شكاوى كورونا. المنظومه ايضا تتلقى هذه الشكاوى. لدينا تطبيق صحه مصر، التطبيق الجديد اللي وزاره الصحه اعلنت عنه، ومن خلال بياناتك اللي هي كلها بيانات سريه لا احد يعلم عنها شيء، تستطيع ايضا ان ترسل رساله بعد ان تسجل بياناتك، رساله استغاثه لهم ان لدي حاله كورونا وتدخل رقم تليفونك وهم ايضا يتصلوا. عظيم. كل هذه الوسائل نعمل من يعني برضو الضغط على كل هذه الوسائل كبير جدا، علشان كده بنحاول ننوعها قدر الامكان. سيادة المستشار، النهارده سيد رئيس مجلس الوزراء بيأكد على ان المحافظين يتأكدوا من ان المستلزمات الموجوده في المستشفيات مش بس انها تكون متوفره في المخازن، و أيضا أن يتم استخدامها، وشدد على هذا الأمر بكل حسم وبكل قوة. هل في تخوف؟ يعني بلاش تخوف، يعني نقدر نقول أن في كل المستلزمات أو كل ما يحتاجه القطاع الطبي في مصر الآن وإحنا بنتكلم متوفر لدى المستشفيات ولدى الأطقم الطبية في المستشفيات؟ خليني أقول لحضرتك، كل اجتماعات المجموعة الطبية اللي برئاسة رئيس الوزراء عن أزمة كورونا يكون متواجدا فيها رئيس هيئه الامداد الطبي اللي هي مسؤوله عن تزويد كل مستشفيات مصر بالخدمات والمهمات والمستلزمات. التاكيدات الدائمه لرئيس الوزراء على توفر هذه المستلزمات بكميات كافيه،
لا تقل عن اسبوعين في كل محافظه او في كل مستشفى، يعني لديهم احتياطي من هذه المستلزمات لا يقل عن اسبوعين، لكن لاحظنا انه بسبب البيروقراطيه احيانا تكون هذه المستلزمات موجوده بالفعل لدى مخازن المستشفى لكنها لم تسلم الى الاطقم الطبيه. ده طبعا شيء يعني رئيس الوزراء يعني ابدى انزعاجه الشديد، واوجه بعلاج ذلك من خلال اللجان اللي هتكون مسؤوله، اللجان اللي هي المحافظين هيوصلوها ويتابعوها، مسؤوله انها تتاكد ان هذه المستلزمات لا تقل بيتم استخدامها، لكن بالضبط يتم توزيعها على الاطقم الطبيه ويتم استخدامها. طيب هل بالتالي استاذ مستشار ان في نقدر نقول جاهزيه وفي تنبه ويقظه شديده عشان الاسبوعين اللي جايين اللي السيد رئيس مجلس الوزراء بيتوقع زياده الاصابات فيهم، يكون ان شاء الله في خروج امن لينا جميعا من الاسبوعين القادمين؟ احنا توقعنا هذين الاسبوعين وتوقعنا الارقام الحاليه، علشان كده قبل العيد اللي هو يوم الخميس اللي سبق على عيد الفطر ادخلنا 320 مستشفى جديده تعمل كمستشفيات فرز وعزل، وجري ادخال مزيد ايضا من المستشفيات. ليه دخلناهم؟ علشان نخفف الضغط عن المستشفيات العزل الحاليه وتوقعا لهذه الارقام. طبعا دخول هذه المستشفيات حل ازمه كبيره، خفف الضغط، خاصه ان المستشفيات المجموعه الاولى من المستشفيات اللي كانت بتعمل بالفعل في العزل وصل نسبه الاشغال فيها 85%. فلو كان وصلت هذه النسبه واحنا ما دخلناش ال 320 مستشفى كنا هنبقى في ازمه حقيقيه. لكن الحمد لله اجراءات الحكومه كلها استباقيه، نتحسب بشده للاسبوعين القادمين بكل تاكيد، علشان كده التوجيهات للمحافظين ضروره الابلاغ وفتح خط ساخن مع رئيس الوزراء مباشره. اي نقص في المستلزمات، أي حاجه لتزويد بعض المستشفيات بمزيد من الاطقم الطبيه او ما شابه، يتم على الفور ابلاغ رئيس الوزراء، لان الاسبوعين القادمين يعني سيكونوا حاسمين في هذا الامر. ان شاء الله يعدوا على خير باذن الله يا فندم. بشكر سيادتك شكرا جزيلا. سياده المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء.